استمرارا لرصدنا عبر الجزيرة مباشر لكل الأحداث التي تقع هنا في قطاع غزة وتحديدا في شمال قطاع غزة، اليوم نرصد لكم هذه الجريمة الجديدة والتي وقعت في حق مسجد الدكتور عبدالله عزام ومحيطه من الأحياء السكنية. لقد تضرر هذا المسجد بفعل العديد من الصواريخ الكبيرة التي سقطت على المسجد ومحيط المسجد، فقد تم تدميره بشكل كامل. وكما ترون وكما نرصد لكم هذه الآثار العصيبة التي مرت على أهل المنطقة أيضا، من خلال هذه الصورة ستدركون تماما حجم المأساة التي مرت على سكان هذا الحي الذين ليس لهم حول ولا قوة. لنكون معا من خلال الجزيرة مباشر لنرصد لكم التفاصيل ولنرصد لكم زوايا الدمار بشكل متعدد ومختلف لنكون معا. يعتبر مسجد الدكتور عبدالله عزام أحد المساجد المركزية في منطقة الزيتون الكبرى، والتي تضم حي الصبرة كأحد أحيائها القديمة. ومن المعلوم أن المسجد يضم مركزا لتحفيظ القرآن الكريم لجميع الفئات العمرية من الأطفال والنساء والرجال، وكذلك كما علمنا أنه يوجد في المسجد مدرسة لمحو الأمية، وكذلك ضم المسجد لجنة زكاة تهتم بشؤون العوائل المحتاجة والمصورة في حي الصبرة. يعتبر مسجد الشهيد الدكتور عبدالله عزام واحد من المساجد التي استهدفت خلال هذه الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث فاق عدد المساجد التي دمرت أكثر من 350 مسجدا يعني على مستوى قطاع غزة خلال هذه الحرب منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا. ويعني كما نشاهد تضرر البيوت المجاورة للمسجد جراء القصف العنيف الذي كان عبارة عن حزام ناري في المنطقة، أحاط في المسجد من كل الجهات، مما أثر على أكثر من 30 شقة سكنية تعود لعدد من العائلات المحيطة في هذا المسجد. دعونا نرى ونقترب أكثر من تفاصيل أكثر حول هذا الدمار الذي أصاب مسجد الدكتور عبدالله عزام في حي الصبرة. كما تشاهدون هذا الدمار الشاسع الذي أصاب هذا المسجد جراء استهدافه للمرة الثانية، لكن هذه المرة كان استهداف شبه قاتل. دمر مسجد الدكتور عبدالله عزام ودمر المنطقة بشكل كامل، تسبب بضرر لجميع البيوت التي يعني تحيط في هذا المسجد، وقع عدد كبير جدا من الإصابات. وكما تشاهدون هذا المسجد يعني تشهد دار القرآن الكريم والسنة بغزة، بأن الطالب أحمد أشرف المولود في فلسطين في 10/6/2011 قد أتم حفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم، وقد اختبر بها مجتمعا وحصل على تقدير جيد جدا مرتفع. يعني هذا المسجد يوجد به مركز لتحفيظ القرآن الكريم، ويوجد به مدرسة يعني لتعليم القرآن وأصول القرآن وتعليم تربية الأطفال، ويوجد به إدارة لنادي رياضي، ويوجد به مرافق دينية ومرافق عبادية. هذا المسجد استهدف لأنه فقط يخدم المواطن الفلسطيني، يخدم الإنسان الفلسطيني، يخدم الفلسطيني هنا في قطاع غزة. الهدف من استهداف مثل هذه المساجد هو إيقاع الألم النفسي والمعنوي لدى المواطن الفلسطيني، ولكن ما نراه عكس ذلك. كلما قام العدو الغاشم بقصف المنازل تزداد الناس همة ورفعة ومعنويات وصمود للاستمرار في هذه الحياة، فقط لأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى هنا نكتفي بهذا القدر مما شاهدتموه عبر قناة الجزيرة مباشر، لنكون معكم في تغطيات أخرى وفي أحداث أخرى لنكون معكم أقرب إلى الحقيقة. يوسف الصيفي لقناة الجزيرة مباشر.